استقبل المعهد طلبته 12 بكل ود ليبدأوا مسيرتهم في الاحتراف من خلال التعلم والتدرب على يد خيرة الأساتذة والمدربين طيلة شهر كامل. الله الله معكم المنشد علي ماركات من ولاية يرت. الحمد لله لون وصلنا خير وعلى خير إن شاء الله. بعد مدة دامت شهرين بعد تصفية الأولى لحد الأرواح، الحمد لله كنا نتمنى باش ندخلوا للمدرسة وربي وفقنا. معكم متسابق حسام عبيد من ولاية وادي سوف. الحمد لله وصلنا بخير، والحمد لله أن وفقنا الله أن نكون من ضمن 2012 متسابق لدخول مدرسة حي الأرواح. إن شاء الله كلنا حيوية وحماس لأن نقدم الأفضل ونكون من المرتبة الأولى إن شاء الله. أنشدنا يا حادينا أطربنا وغنينا، أنشدنا يا حادينا أطربنا وغنينا، يا حادي صلي على نبينا. معكم المنشد مختار عويمة من ولاية المسيلة بلدية سيدي عامر. أتينا إلى مسابقة حادي الأرواح على بركة الله بحثاً عن اللقب بإذن الله، وفي أجواء عائلية ما شاء الله. أخوة الإخوة الأكارم كامل المنشدين ما شاء الله أصوات الله يبارك، إن شاء الله نفوتوها مليحة إن شاء الله. أطربنا وغنينا يا حادي تواجد مع صديقي الأخ عباسي اللي هو صديقي الآن حاليا في الغرفة. تفضل. المنشد عباس صدام حسين ولي 50 دائرة ولاية سيدي إبراهيم منطقة بوسعادة. إن شاء الله تجمعني أنا والأخ إسماعيل هذه المنافسة وهذه الغرفة إن شاء الله اللي نتخاصموا فيها يعني شهر رمضان المبارك. إن شاء الله يكون الفوز حليفنا إن شاء الله. أنشدنا يا حادينا أطربنا وغنينا يا حادي الأرواح. كيف أرحب بكم ضيوفا ولا أنتم في مدرستكم مدرسة حادي الأرواح في طبعتها الثامنة؟ أهلا وسهلا بكم، نزلتم أهلا وحللتم سهلا. إن شاء الله سوف تكون هذه الطبعة كما نؤكد دائما أفضل من سابقاتها. أضعكم في هذه يعني المسابقة في صورة عالية من الأمل ومن التفاؤل. ما عندناش واحد خسر طاح، لا كل واحد عنده إمكانيات. المتفق عليه أن كل إمكانياتكم تستطيع أن تتطور. أنشدنا يا حادينا أطربنا وغنينا يا حادينا. هذا شيء مهم جدا أن يسود وأن يعلو خلق التسامح بيننا. أكيد قد يخطئ البعض منا، قد نقع في زلات، ولكن الأهم من ذلك أن نعفو ونصفح لأن المدة قصيرة جدا ثم نفترق بعد ذلك. وأحسن حاجة يعني خلتني نبدع في هذا المجال، خلتني نكمل، هي الاحتكاك. الاحتكاك أكيد راح يعطيك فائدة روعة. أنشدنا يا حادينا أطربنا وغنينا. تفضل. مرحبا. تفضل. مرحبا بك. ما يجيش في السفر؟ وين جيت؟ الله يبارك. يا حادي الأرواح أرد لنا نرتاح باللحن والبيان. أنشدنا أي حاجة تحقها راني هنا في الخدمة هكذا؟ لاباس عليك إن شاء الله.
أنشدنا يا حادينا أطربنا وغنينا أنشدنا يا حادينا. يقولها التلقين بالتثقيف، التلقين بالتثقيف. الثقة هي الأساس الأول للإتقان. نبدأ بالانطباع، انطباع حسن جدا، لأنه كل طلبة عندهم الأساسيات، وحتى يعني فوق الأساسيات كل واحد عنده يعني مهيكل. حصة اليوم عنوانها الدقة، الدقة في كل شيء، وأيضا تبرير كل فعل، فعل إساطة أو فعل أداء إنشادي أو فعل إلقاء. هذه أول حصة لنا في هذه الأرواح، حيث تعرفنا مع الأستاذ عبد الله الحكيم المداني، أستاذ في المقامات الموسيقية. تعلمنا اليوم العديد من المقامات الموسيقية إن شاء الله رب العالمين، إن شاء الله نكون استفدنا منها إن شاء الله. سيدي الله، سيدي الله، لا إله إلا الله، الله سيدي أمو، سيدي الله، سيدي الله، يا رب يا مظلة، الله سيدي أمو، سيدي الله، سيدي الله، سيدي أمو. أنشدنا يا حادينا أطربنا وغني، أنشدنا يا حادينا أطربنا وغنينا. الله مولانا، الله مولانا، يا العظيم الله. تربت لك شكو ما دخلش الوسط هنا؟ كلمات ما دخلش. لا لا لا، دخلش يا روتا. الله الله لا إله إلا الله، أكيد أن تدريبهم أكثر من ضروري، لأنه يتناول الجانب تاع شخصية هذا المؤدي أو الطالب المنشد من حيث الجانب الوجداني والجانب التفاعلي، كذلك الجانب المعرفي والنظري لمحتوى الموضوع، كذلك الجانب الحركي كيف يساير خطوات تاعو، تساير الخشبة، الكاميرا، الجانب هذا، الجوانب كلها في إطار وحدة موحدة. مرة كنت تشوفوا اليوم رانا في حصة مع أستاذ الموسيقى ربح لصقع. إن شاء الله في هذه الحصة هذه رانا نتعلموا كيفاش تواجه الجمهور، كيفاش تتفاعل مع الأنشودة، كيفاش يكون الأداء نتاعك فوق المنصة. وإن شاء الله في هذه الحصة هذه استفدنا كثير، ومازال راح نستفد إن شاء الله اليوم ترى بزاف. يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا، معهد حادي الأرواح أثبت جدارته كل عام في إخراج أفضل الأصوات الإنشادية، وها هو يواصل مهمته في طبعته الثامنة. يا حادي الأرواح،